صانعة محتوى وباحثة في التغذية العلاجية، بدأت بفتح صفحتها البركة هيلثي بايتس، وقادها شغفها حتى أصبحت صفحتها على السوشيال ميديا مصدر رزقها لمخبرها وعملها الخاص، بعد أن لاقت إقبالا لافتا وطلبات كثيرة على وصفاتها. اليوم هي إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفاتها الصحية لاقت استحسان سيدات المنازل، ولذلك هي معنا اليوم في المطبخ، وستحضر معنا طبعا إحدى وصفاتها السريعة التي لا تحتاج إلى الطهي، ونتابع بعض من فيديوهاتها على الإنستغرام. وصفتنا الوصفة المفضلة لدى الجميع، كوسة باللبن وبطريقة صحية ولا غلطة، يلا نعملها سوا. أول شي بنحضر الكوسة، استخدمت هون كوسة عضوية من سوق المزارعين، بنشيل القمعة وبنحفرها وهيك الكوسة صارت جاهزة. بنبلش نجهز بالحشوة، بصلة بنفرمها فرمة ناعمة، بعدين على النار بنحط اللحم الفريش، بنقلبها شوي، بنضيف عليها شوي من زيت الزيتون، بعدين بنضيف عليها البصلة والبهارات، قرفة، هيل، فلفل أسود، وبنقلب اللحمة على النار لحتى تستوي، ولما تستوي بنحط عليها الصنوبر المحمص. صباح الخير، أفرجيكم اليوم عم نعمل طلبيات الكبة الكينوا. طبعا هاي الكبة بتكون بدون برغل، فهي مناسبة للناس اللي عندهم حساسية من الجلوتين، وبنعملها بلحمة طازة هيها، طبعا نحط عليها صنوبر ومكسرات، وفيكم انكم تتناولوها اذا بتحبوا يعني قلي بتقلوها بالزيت، او اذا بدكم الخيار الصحي فبتقدر انكم تشوها بالقلايه الهوائيه. دنيا رمضان والكل بيدور على اطيب شوربه، وهي اطيب شوربه شوربه الخضار بمرق العظم، بيعطيها نكهه غير شكل. بنقطع الخضار الموجوده عندنا مكعبات، جزر، بطاطا، كوسه، كرفس، والبروكلي بنعملها هيك قطع صغيره. بمقلايه صغيره بنحمر شوي من الشعيريه مع شويه زيت زيتون، بطنجره الشوربه بنقلب الخضار شوي مع زيت الزيتون، وبعدين بنضيف عليهم مرق العظم اللي ذوبناه. المرحلة الأخيرة بنضيف الشعيرية والبازيلا والبروكلي لحتى تضلها خضرة. وهيك أطيب شوربة صارت جاهزة، لازم تجربوها وتعطونا رأيكم، وصحتين وألف هنا. طبعا رح نعطيك رأينا بوصفاتك أكيد. مرحبا فيك ندى العايدي، صانعة محتوى وباحثة في التغذية العلاجية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، كل عام وأنتم بخير، شكرا على الاستضافة اليوم. وأنت بألف خير. ندى، بالبداية خلينا نتعرف عليك أكثر حتى نعرف الخلفية الأكاديمية لحضرتك والمهنية. بجوز لو ما تعرف الخلفية الأكاديمية لإلي شوي تستغرب، لأنه جيت هيك من مجال مختلف. أنا عملت 2 ماسترز بعد ما إجيت على الإمارات. الماسترز الأول كان نوليج أند داتا مانجمنت، يعني تعلمت مواضيع مثل الارتيفيشال انتليجنس والداتا مانجمنت والأشياء بتتعلق بالآي تي. الماسترز الثاني كان انترناشنال اتش ار مانجمنت أو إدارة موارد بشرية. ومؤخرا بحكم شغلي هلأ كوني نقلت مجالي شوي أكثر للتغذية، فعملت دبلومة مهنية بالتغذية العلاجية. بجوز للوهلة الأولى الواحد يتخيل أنه هيك المواضيع ما إلها علاقة ببعض، بس صدقني، بس الواحد يشوف هيك طبيعة الشغل اللي هلأ عم نشتغلها بتلاقي أنه الأمور كلها مرتبطة. وأنت فعلا استطعت أنك ربما تجمعي بين المجالين، لهيك صار عندك موقعك البركة هيلثي بايتس، صح؟ بالضبط. أعطينا عن الموقع هذا. صفحتي بلشتها كمان بالصدفة. بجوز لو حدا بيحكي لي بال 2019 انه بال 2024 رح يكون شغلي هلأ بالبركة هيلثي بايتس، اكيد ما كنت رح اصدق. بس سبحان الله بديت يعني الموضوع بالصدفة. اول شيء انا اللي تميزت فيه او بديت فيه اللي هو كعك الاساور اللي موجود معانا اليوم هون، اللي هو كعكنا الفلسطيني. ومثل العادة انا بحب دائما اغير الوصفات لحتى تكون صحية اكتر، فغيرت بالوصفة وعملتها انها تكون صحية. وكنت هيك بالاول يعني مختصر الموضوع الأصحاب والمعارف، شوية مدرسة ابني. لما عملت الماسترز الأول كنت بداوم بشركة مولتي ناشنال، فكانوا زملائي يعني العدد ما شاء الله كان كتير كبير، وكنا جنسيات مختلفة، فالضيافة الحلوان كانت من هذا الكعك ولاقى كتير إقبال واستحسان، فالكل كان مشجعني أنه لازم تعملي صفحة، لازم تعملي صفحة. فعملت صفحة، وكان هيك الموضوع بالأول مقتصر على الأصحاب والمعارف، وما شاء الله بعدين انتشرت الصفحة، وبعدين قررت أنه خلاص أتفرغ لهذا الشغل. ودائما بحب اني اشارك هيك وصفات صحيه مع يعني مع المتابعين الصفحه واصدقاء الصفحه. جميل، حكيتي لي اذا البدايه كانت من هذا الطبق الاساور، اسمه ايه؟ كعك الاساور الفلسطيني. كعك الاساور، شو السر فيه هذا ندى؟ السر انه دائما نفكر نعمل سرك في بير، ما تخافي.
السر دائما انا بعتبر سواء بهاي الوصفه او بكل المنتجات الموجوده عندنا بالبركه، هي مش بس جوده المنتجات. لما نحكي عن منتجات صحيه بنطبق عليها المثل الانجليزي وان سايز داز نوت فيت اول. لما نحكي عن إشي صحي بيعتمد دائما الإشي الصحي حسب كل واحد وين هو بالجورني تبعت الصحه. ففي ناس بالنسبه لهم مثلا مجرد ما انه الاكل ما بيكون فيه محسنات، ما بيكون فيه مواد حافظه، هذا بيكون امبروفمنت لصحتهم. في ناس بهمهم انه بيكون بالقمح الكامل، في ناس بهمهم أنه تكون المكونات عضوية. نحن بنستخدم الحنطة العضوية، بنستخدم الشوفان العضوي، بنستخدم الشعير وزيت الزيتون. كمان في ناس بيكون بهمها أنها تبعد عن منتجات القمح تماما، خصوصي هلأ في ناس بهمها الجلوتين فري، فكمان بيكون في خيارات مختلفة. في ناس بتمشي على اللو كاربز أو الكيتو دايت، بيستخدموا اللوز، طحين اللوز وهي الأشياء. في ناس بيكون في عندها ألرجي بإنجريدينتس معينة مثل السمسم أو المكسرات أو البيض أو بفضلوا أشياء بيجان. كيف استطعت ندى تجمعي كل هالناس بوصفاتك؟ يعني ترضيهم كلهم؟ إيه. حسبت حساب اللي عنده حساسية، حسبت حساب اللي ما بيحب هاي النكهة، حسبت حسابهم كلهم؟ هلا الشيء كمان اللي تميزنا فيه بالبركه انه نحن ما بنعمل الاشياء مسبقا. انا ماشي على كونسبت اللي هو بسموها كلاود كيتشن او كلاود بيكري. فنحن بالاول بناخذ الاوردر من الكاستمر وبعدين احنا بنلبيه بناء على الكاستمر بيكون طالب. طبعا هالشيء بيساعدنا ان نحن نلبي الكاستمرز او بسموها الكستمايزيشن للطلبيه حسب رغبات الكاستمرز. وكمان بنفس الوقت الحمد لله بقلل عنا الهدر بشكل كتير كبير، فدايما بتكون الاشياء كمان فريش. فاي حدا يعني الانجريدينت جودتها منيحة وكمان الأشياء بتنخبز بتتحضر بطريقة فريش، فبتكون كمان ترضي الكاستمرز تبعون البركة. سمعت ندى عندك رسالة ربما خلينا نقول من انتقالك طبعا من مجال التكنولوجيا إلى المطبخ، شو هي رسالتك؟ هلا الإشي اللي دائما بحب انا اكد عليه انه اهميه ان نرجع على اكلاتنا اللي بتعبر عن هويتنا وثقافتنا، الاشياء اللي بتكون فيها زيت الزيتون والزعتر والتمر، الإشي كمان كتير مهم، الشومر واليانسون وحبه البركه. دائما الغذاء بالنسبه لنا كان دائما انه هو خط الدفاع الاول لصحه الانسان، لحتى يعطيه مناعه، لحتى نستغني عن الادويه قدر المستطاع. فبالتالي كثير مهم ان نحن نهتم بصحتنا، شو بندخل على اجسامنا واجسام اطفالنا. فمن هون بحب دائما ان يعني ناكد على اهميه ان ناكل اكل ثقافتنا واكل هويتنا واكل بلادنا. في مثل بيحكي انه الاكل اللي ما كانوا بياكلوه اجدادنا واجداد اجدادنا لازم احنا كمان ما ناكله. يمكن بهذا الزمن اوكي بناكله بس ما نكتر منه، فدائما نركز على هويتنا وثقافتنا واكلنا المفيد الصحي. جميل. ناوي تتوسعي أكثر ندى؟ في مشاريع قدامك توسعية؟ والله شغلة أنا كتير ببالي حابة أني أطورها، أنه نرجع لأن نعلم الناس هاي الوصفات. فهي الشغلة اللي بطمح إلها إن شاء الله بالمستقبل، أنه بتمنى أن يكون في عندي فورم أو طريقة أني أقدر أني أعلم الناس هاي الريسيبيز الصحية والتكنيك تبعت الأكل. وإن شاء الله بلكي هيك بتتيسر قريبا إن شاء الله. طيب حابين نعرف تفاصيل أكثر عن هذا ما شاء الله التنوع الطعام الموجود أمامنا، وشو أكثر الوصفات اللي بتنطلب منك ندى؟ هلأ الوصفات اللي حبيت أشاركها اليوم مع المتابعين على قناتكم اللي هي واحد من المشروبات، وهذا المشروب كتير صحي لأنه غني بمينرالز وفيتامينز كتير مفيدة للإنسان، بيساعد بتقليل السكر بالدم، بيقوي المناعة، مفيد لصحة القلب والشرايين. وهذا المشروب اللي هو الزنجبيل مع الكركم نزلته قبل على صفحتي ولقى استحسان كتير كبير، فحبيت اليوم أشاركه مع المتابعين. مكوناته هي الزنجبيل الطازج والكركم الطازج، وفي مكون طبعا كمان بيساعدنا عشان نمتص الفوائد من الكركم اللي هو رشة الفلفل الأسود، لأنه الفلفل الأسود بيحتوي على البيبرين وهو مركب بيساعد في امتصاص الكركمين الموجود بالكركم، فبالتالي بيعزز من فعاليته ومن امتصاص الجسم لهاي الفوائد، يستفيد منها الجسم. الشغل الثاني اللي حبيت أشاركها هي سلطة برضو شاركتها مع متابعيني بالصفحة قبل، اللي هي سلطة العدس. برضو العدس إشي كتير صحي لأنه فيه ألياف مفيدة لحركة الأمعاء، غني بالسيلينيوم، وطبعا فيه مضادات الأكسدة، كمان الفليفلة موجودة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، فهاي المركبات كليتها بتساعد على محاربة الشيخوخة، محاربة الخلايا السرطانية، وبتعزز مناعة الجسم والقلب والشرايين. فهاي السلطة حبيت كمان أشاركها. طريقة التقديم كمان جديدة،
بنقدر نقدمها مثل ما انتم شايفين هون على الكاميرا، اللي هي بطريقه نحطها على خس او نتناولها بالمعلقه، او للناس كمان الموظفين فيهم انه يحطوها بجار مثل ما انتم شايفين. فهي طريقه التقديم كمان حلوه، اللي هي بنحط بالاول التتبيله او الدريسنج تبع السلطه بيجي تحت، وبعدين بنبلش نحط طبقات والوان وفليفله وعدس وكل هاي المكونات الصحيه. وطبعا وقت التقديم بنقلبها، فبتيجي الصوص بتنزل على كل المكونات، وبرضه هيك بتضلها كل المكونات فريش لوقت التقديم موجوده فيها. طيب في عندك مثلا وجبات خاصه للي حابب ينقص وزنه، ندى او شيء من هذا القبيل؟ نحن حاليا بالبركه مركزين اكثر على السناكس، ومركزين على اكثر من ايتم بجمعها ان هي تكون اشياء صحيه. فالكعك مثلا نحن بنعمله كعك الاساور، هو بلا سكر زي ما حكيت لك قبل، وهو كمان صحي لانه بنستخدم مكونات عضويه، الحنطه العضويه والشعير العضوي والشوفان. وفي كمان انواع مختلفه مثل الكوكيز مالتي سيدز، بنستخدم محليات صحيه، بنحاول نبعد عن السكر، بنستخدم العسل قدر المستطاع او المحليات الصحيه الثانيه، وغالبا هي بتكون سناكس يعني اكثر. شو الاكثر طلبا؟ ما قلتي شو اكثر طلبا من هدول الوصفات؟ الكعك الاساور هو اللي انا بلشت فيه، وهو يعني الاكثر طلبا الى الان، وفي اشياء ثانيه كمان مطلوبه، بس هذا ممكن بضله كمان الاقرب لقلبي دائما. نعم. أنا من خلاله فتحتي هذا المشروع؟ من خلاله بلشت بالصفحة والمشروع. طب لو إجا أحد الزبائن وقال لك أنا بدي كعك الأساور ولكن مثلا مغطسة بالشوكولا، وهي غير صحية ممكن تكون أو فيها سكريات كتير أكثر، ترضي بهذا الشيء بتعمليه ولا بتقولي له لا؟ هلا بيعتمد احيانا لما بيكون في مناسبه، مثلا مناسبات، يعني انا بحب انه الانسان يكون يعني شويه فليكسبل. فلما بيكون في مناسبات مثل العيد، او مثل ما تفضلت مذيعه سالي قبل قالت كمان جمله حلوه انه الاكل فيه سعاده، فاذا هذه السعاده بياخذها الانسان بانه اوكي في بالمكونات تمر، وفي مكونات عضويه، وفي مكونات كتير صحيه، بس قليل من الشوكليت لا يؤذي، ف يضر. فاي احنا قليل من السعاده لا يضر يعني. مثل ما بقول قليل من السعاده. نعم قليل من السعادة. طيب ندى، كيف الواحد ممكن يعمل طلب عندك أوردر؟ قد إيه بياخذ وقت؟ هلأ نحن عادة ناخذ عن طريق الواتساب أو عن طريق الويب سايت أو عن طريق الانستغرام بيج، لأنه مثل ما حكيت لك المخبز أو المعمل البركة هو كلاود كيتشن أكتر. بعدين لما ناخذ الطلب بنبلش نجهز، يعني غالبا غالبية الأصناف تتحضر فقط لما نستلم الطلب، فبتم تجهيزها فريش وطازج لحسب رغبة الزبون عندنا. وعادة في أشياء طبعا حسب عشان الدليفري، في زباين عندنا بدبي، في بالشارقة، في بأبو ظبي، في بكل مختلف الإمارات، فنحن عادة بنوصل، فبيعتمد متى توصل الطلبية أو متى فينا نلبي الطلبية حسب وقت التوصيل. يعني عادة دبي شارقة عجمان كونه نحن موجودين بدبي بتوصل بتجهز بنفس اليوم، بس أبو ظبي لا لازم يخبرونا إما قبل بليوم بنجهزها ونطلعها بتوصلهم بنفس اليوم، أو بدهم يخبرونا الصبح. طب نرجع للأحب إلى قلبك وإلى قلبي كمان، هاي الأساور هي الطريقة الفلسطينية؟ إيه الطريقة الفلسطينية. ميز عن طرق تانية مثلا لكعك العيد؟ هلا احنا بفلسطين كتير مشهورين بزيت الزيتون، بالشومر، باليانسون، بحبة البركة، فالاساس تبع هاي الوصفة هو الكعك الفلسطيني، كمان الشكل تبعه هو الاساور الكعك الفلسطيني. شوي انا بعترف كمان اني طورت حتى بالشكل، هذا الشكل هيك شكل الورد المقطع انا اخذته من صراحة احتكاكي بثقافات مختلفة هون بدبي، فاخذتها من صديقة عزيزة على قلبي هي من ليبيا، فهم بيعملوا هذا الكعك وبيعملوه بهذا الشكل، مش دائما بحشوه تمر، احيانا بيعملوه بس باليانسون سادة، فانا دمجت كذا مع بعض وكذا فكرة، فحبيت أنا الشكل وحبيت أنه أعمل كعكنا الفلسطيني بطريقة البرزنتيشن اللي كانت عجبتني. حلو. بدي أرجع لمجالك الأولي للسوشيال ميديا، قديش ساعدك هذا المجال ربما بتسهيل عملك هلا بالمطبخ يعني؟ أكيد كتير ساعد، خصوصي إذا بحكي كمان على الباك جراوند تبعتي إنه في عندي شهادات بالآي تي، اليوم بنحكي عن ديجيتال ماركتينج، اليوم بنحكي عن ألغوريثمز، الكل بيعاني عادة من إنستغرام والألغوريثمز وتقلبها، فأكيد الواحد لما بيكون عنده باك جراوند بالآي تي بكيف إنه بدنا نمشي أمورنا ككلاود كيتشن، الكونسبت كليته على عن طريق التكنولوجي، فهي الأشياء أكيد بتكون مرتبطة ببعض وبتساعد الواحد لحتى يقدر يطول شغله. حاب أشكرك كل الشكر ندى العايدي، صانعة محتوى وباحثة في التغذية العلاجية، ولكن اسمحي لي بس أدوق. لازم. قد ما حكيتي عنه وسالي جوعتني إيه. فلا بدي دوق أكيد هذا الكعك. بيهمنا رأيك إن شاء الله بيعجبكم. لا بده يعجبني لازم، بس عم تهرهر شوي معلش هلا. إيه. طيب. لا رائعة بصراحة. لازم ندعو كل أهل المشاهدين إنه يطلبوا إيه. من عندك وحتى يدوقوا هذا المنتج. كل الشكر عليك هنا، أنا لك دائما التوفيق.
شكرا لك. بالتأكيد رح نطلب من عندك بكل تأكيد. شكرا لك. شكرا لك. يومكم سعيد يا رب. شكرا لك. يومكم سعيد.